15 دقيقة على إذاعة الحياة فهم أنتم تسمعوا في ريكاب ميديك. العادة نبدأ بالأكتواليتي. أكتواليتي قلت في بداية البرنامج أنه باش نحكيه برشا اليوم على استعدادات شهر رمضان على برشا أصعدة. بيسير نحكيه على نقطة البيع من المنتج إلى المستهلك في الحجام بمدينة القيروان. باش ناخذ عليها أكثر تفاصيل مع السيد المولدي الرمضاني رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بالقيروان. سي المولدي الرمضاني عسلامة، مرحبا بك على إذاعة الحياة فهم. مرحبا، شكرا. إن شاء الله الناس كل عيدهم مبروك، وإن شاء الله نستقبلوا رمضان هدايا بالخير والبركة، إن شاء الله وبتوفر المنتجات سواء فيها الفلاحية أو المعيشية بصفة عامة. إن شاء الله يا رب. الحقيقة يعني هو السلطة الجهوية يعني حابت تعمل هدايا النقطة متاع البيع المستهلك، ووقع الاختيار على الفضاء ذيك الموجود في الحجام. كما تعرفوا منتجات القيروان في الوقت الحاضر من خضروات يعني هي شحيحة نوعا ما، يعني ما عندناش فلفل، ما عندناش طماطم، ما عندناش بطاطا مع خارج الفصل يعني، وبالتالي ستكون هو تكفل يعني ديوان العلم أنه باش ينتصب ويوفر يعني الدجاج واللحم الطائن معلوش وكذلك العظم والأجبان، بالإضافة إلى منتجات اللي هي متوفرة لديه، ومش يساهم يعني اتحاد الفلاحين بحق الفلاحين اللي منجين سواء الخضروات الورقية مثل المعدنوس والواعد وكذلك الجلبانة، وقاعدين نسعوا مع الاتحادات الجهوية لتوفير السمك. إن شاء الله نوفقوا في توفير باش يتم التنسيق يعني مع الديوان النفيذة مثلا في السمك. لا مش واحد، احنا منتجين يعني فلاحين وبحارة يعني من جهات اخرى، قاعدين نتواصل مع جماعة الصفاقس وكذلك المهدية حول إمكانية أنه إيجاد نقطة قارة غادي تلت الشهر هذايا في الفضاء متاع الحجة. وقتاش ينطلق النقطة هذه؟ تنطلق فعليا الأصل في الشيء مبرمج أنه باش نهار الخميس تنطلق، وإن شاء الله يكونوا الأطراف الكل يعني جاهزين للحدث هذا. احنا كذلك يعني مشاركين، كما عندنا فلاحة اللي يشاركوا في تونس فضاء هذا كيف وفروا الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري من اليوم، انطلق اليوم حد إلى حد 3 أبريل في شارع الحبيب بورقيبة. به انت اشرت سي المولدي لانه فما نقص، يعني احنا توا في بعض الخضر معني باش يتم التنسيق مع بعض الفلاحة لعرض المنتجات هذه كيما الفلفل مثلا ولا الطماطم، باش يكونوا موجودين ولا ماهمش باش يكونوا موجودين؟ لا احنا ما عندناش يعني الحقيقة ما عندناش منتجات في الوقت الحاضر يعني نتاع فلفل وطماطم، يعني كما تعرفوا هذوما نتاع بيوت محمية، المنتجات هذه كلها قريبة للجهات الساحلية اللي هي كما نقولوا فيها لي كونديسيون فافورابل للانتاج هذا. بالنسبة لنا احنا يتعذر علينا يمكن عرض المنتجات هذه، ولكن في صورة ان نوجد يعني ناس تتطوع وتجي تنتصب بالسوق هذا فلا نتوانى في حثهم على المنتوج هذا. انا كما قلت لك يعني فما شكون وعدونا يمكن بالجلبانه فلق معدنوس، وكذلك يعني قلت لك نسعى الى توفير سواء الدجاج والاسماك. الدجاج والاسماك البيض باش يكون البيض مسعر لما كما قلت لك هما ديوان العلم هو مش يوفر البيض واللحم العلوش وربما الدجاج كذلك والأجبان، هذوما منتوجات نتاعهم هما بالنسبة لديوان العلم ممكن أنه يوفرهم. الحقيقة ما زلنا ما شفناش بالنسبة للأسعار سي المولدي، طبعا يهم هما الأسعار مش يكونوا بسبب البيع بالجملة كيما يبيع الفلاح في المارشي دو جروب باش يبيع الغد، راهوش ما تنتظروش انه مش يكون سعر يعني بنص السعر او بما شابه ذلك. لا انا نقول لك راهو سوق من المنتج الى المستهلك. شنو معناه؟ المنتج يعود يبيع بالجمله، يولي يبيع ديريكت يعني باش يفسخ حلقه اللي هي تنجم تكون هذاك الربح اللي مش يكون نتاع الوسيط، باش يولوا بعض الفلاح ينتصبوا
وبالسعر نتاعو بالجمله هو باش يبيع لل يعني ملحوظ الفرق في السعر سي المولدي، يعني ملحوظ. نعم يعني ملحوظ الفرق في السعر بين البر نعم والاسواق وبين نعم هو مش تشوفوا معناها اذا كان الجلبانه سوا ديزون تتباع ب 2500 في سوق التفصيل راه مش يبيعها لك ب 2000، اذا كانت تتباع ب 2000 راه مش يبيعها لك بدينار و 700 او ما شابه ذلك يعني ذي على سبيل الذكر، مش هو مش يعني مش نقول لك راه هذا السوم هو، لكن كل يوم ويوم شنو موجود في سوق الجمله راه مش تلقاه في سوق الجمله بالجرو، مش يبيعوا هو الفلاح مش يبيعوا بالتفصيل. باهي سي المولدي، باش يتم ضمان العرض في نقطة البيع من المنتج إلى المستهلك طوال شهر رمضان، مانيش باش نشوفوا مثلا أنه جمعة جمعتين. بالنسبة لنا احنا هذه التجربة رانا خذناها العديد من المرات، ولكن المشكل أنه في الإقبال على العروض هذه. يعني ما تلوموش الناس هذوما كي يعرضوا سلع نتاعهم ومن بعد ينسحبوا وقت اللي ما تجيش ناس تشري من عندهم. وبالتالي سوق هدايا مش يجي يكون الازدحام على الحم العلوش على خاطر اغلى ارخص من برا، وبالتالي نخلو كل المعروضات الاخرى يعني وقت اللي ما توجدش يعني اقبال باش ترفع السلع هذاك، فاش قاعد يعمل هو السيد الفلاح اللي جاء من تصب الغد؟ ما هو يولي نهار واثنين وثلاثه وبعد يقول لك انا ما جبت سلعتي ما بعتهاش. وبالتالي الدعوه الى السوق هذايا وقت تكون عليه رغبه واقبال الناس تتشجع تولي تجيب تعرض السلعه نتاعها. وممكن زاد يشجعوا حتى فلاحين اخرين انهم زاد يلتحقوا بالسوق. نعم. يبدا فما نعم. اقبال. باهي سي المولدي، فما نقطه مهمه ياسر، اي حد معناها يقول لك باهي تم تهيئه النقطه هذه باش تكون مهيئه بالكدا باش زاد يعني المستهلك ولا الحريف. انا كنت توجهت لها انا والسيد المعتمد الاول وممثل عن البلدية وكذلك المندوب الجهوي للفلاحة، ومن ناحية التنظيم والنظافة وكل شيء دعات البلدية أنها باش تنظم، وطلبنا كذلك الجانب الأمني أنها تكون مأمنة، يعني الجوانب هذه أمنيا ولوجستيا يعني إن شاء الله تكون جيدة من ناحية هذه، وكما قلت لك البلدية تعهدت بالشيء هذا. باهي بالنسبه للحوم الحمراء سي المولدي، يعني تتوقع اليوم نسمع معني في بعض الاطراف والتصريحات يقول لك باش توصل حتى ال 35 دينار، شنو هو الحقيقه من هذا الكل؟ باش ترتفع الاسعار في رمضان ولا لا؟ اعتقد ذلك الحقيقه بالنسبه للسنة فما راي اشكاليه نتاع ايجاد الواحد هذا العلوش، يعني الحقيقه راهو ناقص حتى في عيد الاضحى مش نلقاو يعني نقص بالمقارنه بالسنه الفارطه، هو سنه يعني كان قبل المطر الاخرانيه كان يعني جفاف مدقع وكانت اشكاليه نتاع اعلاف، وبالتالي يعني حتى الفلاح كان يحاول باش يتخلص من العلوش نتاعو في تقريب ميزان صغير برشا ويحاول باش يقتني الاعلاف، وبالتالي العلوش هو صحيح مفقود شويه، اما الاسعار اللي كنت تحكي عليها لا اظن ذلك، يعني هو في حدود 30 فما اقل، وبالاسعار اللي هي موجوده في الوقت الحالي ما نصورش، انا شفته ب 28 و 29 في الايام الاخرانيه، ولا اعتقد انه في رمضان مش تطلع الاسعار. اي تفضل سي المولدي. باهي سي المولدي، حبيت نسالك على الغلال في رمضان، الغلال باش تكون متوفره في شهر رمضان باش الناس يسالوا. الغلال الحقيقه ما فماش غلال، فما بقايا نتاع بورتكات يعني موجود، وبالنسبه لنا احنا صحيح هي القيروان تقريبا ثاني منتج في القوارص، ولكن القوارص نتاعها من بطاريه وانتهت يعني تماما يعني منذ تقريبا 15 20 يوم، بالتالي ما عادش نشهد انه الناس عندها قوارص في جهه القروان، وبالتالي ثم حكايه القوارص اللي هي مش تجينا من جهات اخرى. المنتوجات نتاع الغلال اعتقد انها مش تكون بعد رمضان مباشره، ومش الراو لا مش مناش ولا خوخ هذايا الا الدلاع والبطيخ سي المولدي. نعم الدلاع التفاح يعني هو نتاع فريغوات، بالنسبه للتفاح والبنان هذوما نتاع فريغوات ماهوش متوفرين عند الفلاح، نحكي عند منتوجات عند الفلاح ماهوش عند فريغوات، هذوما حاجه اخرى حلقه اخرى. باهي سي المولدي، لو كان تعطينا فكره على نقطه البيع من المنتج الى المستهلك في شارع الحبيب بورقيبه في تونس العاصمه اللي تم افتتاحها اليوم. هي الحقيقة احنا شاركنا فيها سواء بالخيام او بالمنتوجات، يعني كانت تعرض المنتوجات هي
جلبانة وزيت زيت وعسل ويعني لوز. هذوما من القيروان يعني مشي من القيروان أي من القيروان كانت الخيام من القيروان والعرض هذا يعني واحد احنا شاركنا فيها بال يعني مشاركة من الجانب اللوجستي وكذلك يعني العرض نتاع منتوج الجلبانة هي من القروان وكذلك الزيت زيت القروان عسل القروان ولوز القروان. وفما ولايات اخرين مشاركين في النقطه هذه سي المولدي؟ اكيد اي نعم. والاقبال نعم. كيفاش كان في شارع الحبيب بورقيب؟ هو الافتتاح تم العشرة وانا الحقيقه انا بالرغم اني متولد في العاصمه ولكن ما زلت ما زلت يعني شفت فقط في على صفحات التواصل الاجتماعي كيفيه الانطلاق ولكن انا ان شاء الله بعد حين اني نكون في زياره لنقطه البيع هذه ان شاء الله. نشكرك برشا سي المولدي رمضاني او رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحه بالقيروان، شكرا لك على مدنا بكل هذه التوضيحات بخصوص نقطه البيع من المنتج الى المستهلك في الحجام بمدينه القيروان. حكينا سي المولدي على ابرز المنتوجات اللي باش تكون حاضره، ما فماش برشا غله صناف في رمضان ولكن الاسعار ماهيش باش تشهد تقريبا ارتفاع. نشكر برشا سي المولدي الرمضاني. بعد شويه باش نحكيو على جانب آخر من التحضيرات لرمضان في دور العبادة والمساجد في ولاية القيروان. متابعة لآخر المستجدات الإخبارية. اهلا وسهلا مرحبا بكم، انا سي الكل انتم في الاسماء على اذاعه الحياه فهم، حلقه جديده من غيكاب ميدي من توا حتى لساعتين كالعاده نرجع فيها على ابرز الاخبار على المستوى المحلي وكذلك الوطني. اليوم باش نركزوا برشا على الاستعدادات لشهر رمضان. في البدايه خلينا نرحب بفريق العمل، احمد المخلوفي في الاخراج التقني للحصه، سيف بولعريس في الديجيتال، معكم سهام حمدي في الميكرو من توا حتى لساعتين في غيكاب ميدي. ريكاب ميدي. ريكاب ميدي متابعات تحاليل ونقاشات معمقة لكل الأحداث في تونس والعالم. ريكاب ميدي يجيكم من الاثنين للجمعة من نص نهار لساعتين على الحياة فام. في غيكاب ميدي خلينا نعطيكم أبرز العناوين أبرز المواضيع. مش نحكيه على تركيز نقطة البيع من المنتج إلى المستهلك في حي الحجام بمدينة القيروان. استعدادات المساجد ودور العبادة لاستقبال شهر رمضان وعودة خاصة على صلوات التراويح. بمناسبة شهر رمضان زاد يتم تقديم مساعدات لفائدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل من قبل الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي في ولاية القيروان. باش نعرفوا آخر التفاصيل. هذا وأكثر يستنى فيكم لليوم في غيكاب ميدي، مرحبا بكم الناس الكل. ريكاب ميدي. ريكاب ميدي. ماضي ساعة 11 دقيقة أنتم تسمعوا في إذاعة الحيطة فهم، هذا ريكاب ميدي. ريكاب ميدي. ريكاب ميدي. حكينا على نقطة البيع من المنتج إلى المستهلك، على المساعدات لفائدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بمناسبة شهر رمضان، نحكي على دور العبادة المساجد والجوامع في ولاية القيروان كيفاش تستعد لشهر رمضان المعظم. باش نحكيه بأكثر تفاصيل في هذا الموضوع مع سيد كمال حواس المدير الجهوي للشؤون الدينية بالقيروان. سي كمال حواس عسلامة، مرحبا بك على إذاعة الحياة فهم. عسلامة سي كمال حواس، انت في المباشر على إذاعة الحياة فهم. مرحبا بكم، مرحبا بإذاعة الحياة فهم. شكرا جزيلا لك سي كمال. معنا نحب نعرفوا آخر الاستعدادات على مستوى دور العبادة في القيروان بمناسبة شهر رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. ككل سنة ونحن على أبواب على دخول شهر رمضان المعظم، شهر الخير والبركات، شهر القرآن الكريم، شهر الطاعات، شهر صلة الأرحام، شهر الصدقات وأفعال البر وأفعال الخير التي تنمو وتزداد في هذا الشهر الكريم والعظيم. فهذا الشهر نستفيد منه من خلال الإقبال عليه بذكر وقراءة القرآن وعقد صلاة التراويح والنوافل وعقد حلقات العلم والمعرفة لبث المفاهيم والقيم الدينية والإسلامية الخالدة
من بينها التسامح، الاعتدال، التوازن، تجنب الغلو وتجنب كل ما من شأنه خارج عن قيم ديننا وعن مفاهيمه الأساسية. لذلك ساهمت وزارة الشؤون الدينية بعمل عديد الأنشطة الروحية والدينية والعلمية والمعرفية في كافة ولايات الجمهورية، من بينها ولاية القيروان التي لها العديد من الأنشطة، سواء بإقامة الدروس الفقهية أو المحاضرات الدينية في النهار، مسامرات دينية، إحياء ليالي رمضان كفتح مكة يوم 8 رمضان أو ليلة 17 ذكرى غزوة بدر الكبرى وليلة القدر ليلة 27. وهذه مساهمة من الإدارة الجهوية بالقيروان ومساهمة من السادة الوعاظ المحليين وكذلك الأئمة الخطباء وأئمة الخمس في عقد هذه الدروس لتبيين مفاهيم ديننا الحنيف المبنية على التوازن والوسطية. فساهمت بعديد المحاضرات من بينها تبلغ ما يفوق 2000 معناها نشاط ديني، من ذلك كذلك رواية الحديث النبوي شيخ رواية البخاري الذي انعقد بجامع الغفران بداية من 1 شعبان إلى موفى 26 رمضان، كذلك الشفاء بتعريف حقوق المصطفى سرد الحديث النبوي بجامع الأنصار بداية من أول يوم رمضان ويختتم يوم 25 رمضان. هذه لبنة من اللبنات التي تدعم الروح وتدعم العلم والمعرفة والعقول بما بقيم، والتبصير التبصير هي قيم ديننا الحنيف، ومساهمة في توجيه الرأي العام وكذلك رواد المعالم الدينية وتوجيه شبابنا من فتيان وفتيات للتمسك أكثر بهذه القيم النبيلة والخالدة التي تدعو إلى المحبة وإلى الوئام وإلى السلام وإلى القرب من الله والتواصل مع الناس بكل خير. لذلك تم عديد من مساهمات وعظمة عدد من المحسنين بمجهودات الدولة في العناية ببيوت الله من حيث تنظيرها بحيث دهنها وتطهيرها والمساهمة في تنويرها لتحتضن روادها خلال شهر رمضان وجوامعها بكل خير بعد من أصدر التعليمات للإطارات الدينية بضرورة التنظيف وتطهير بيوت الله تعالى لاستقبال روادها خلال هذا الشهر الكريم والفضيل. إن شاء الله مبروك عليك سي كمال وعلى كافة السيدة المستمعين وعلى كافة التوانسة والأمة الإسلامية الكل. طبعا في رمضان نحكي على التراويح والعبيد في شوق إلى صلوات التراويح خاصة بعد السنوات الأخيرة بسبب فيروس كورونا، ولكن إلى حد الآن سي كمال ما زال ما توضحتش يعني الرؤية بخصوص البروتوكول الصحي في صلاة التراويح، عندكم فكرة كيفاش باش تكون وإلا لا؟ والله نحن نترقب إصدار بلاغ من وزارة الشؤون الدينية في هذا المعنى، ولكن يبدو أن استعمال الكمامة أو السجاد الخاص هذه تصبح من الضروريات، ولا الإنسان يسعى لأن يتوضأ في بيته لا في المسجد حماية للأنفس والأرواح، ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة. رغم الحمد لله تجاوزنا هذه المرحلة، ولكن ينبغي الاحتياط من هذا المرض حتى نحافظ على أنفسنا وعلى أبنائنا وعلى المجتمع، لنكون لنتقدم أكثر نحو الفعل الخير ونتجنب كل ما من شأنه تعكير صفو أمن الناس وصفو صحتهم وصوف وكذلك العناية بأبدانهم وكذلك بأرواحهم. نتمنى ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يقبل علينا هذا الشهر ونحن في أمن وعافية وستر، وإن شاء الله ندعو ربي أن يكون هذا الشهر شهر خير وبركة يعود بالنفع على جميع المسلمين في تونس وفي مشارق الأرض ومغاربها إن شاء الله يا ربي. بالنسبة للأنشطة الدينية سي كمال الأحواس المدير الجهوي للشؤون الدينية بالقيروان، عدد ما شاء الله يعني كبير محترم، 2000 نشاط ديني. أول حاجة من وقتيش بديوا هالأنشطة هذوما قلتي تواصلوا إلى موفى شهر؟ هذا برنامج خاص، نحن عندنا مدرسي أفاق وعندنا وعاظ يقوموا بالدروس مع كثيرة السناء، ولكن خلال شهر رمضان هناك تواصل مساهمة السادة الوعاظ المحليين وكذلك الأئمة الخطباء في عقد دروس
دينية بمختلف المساجد وجوامع ولاية القيروان. هذا النشاط الذي يناهز 2000 نشاط هو في 13 معتمدية بولاية القيروان. هناك أنشطة، دروس، محاضرات، رواية حديث، ندوات، ثم أختام قرآنية، مسامرات، محاضرات، دروس، كلها تلتقي نحو. فما المسابقات سي كمال متاع حفظ القرآن والترتيل؟ لا، نحن كإدارة ما تكون بها الجمعية القرآنية تابعة لرابطة الجمعيات القرآنية بتونس، هي تقوم بالمسابقة الدورية في حفظ وترتيل كتاب الله عز وجل. واضح. فما ترتيبات خاصة لمثلا ليلة القدر، ذكرى غزوة بدر، فما حاجات خاصة بالمناسبة؟ والله نحن جهويا سيقع الاحتفال بأذكار بذكريات معينة، كما فتح مكة يوم 8 رمضان وليق 17 يوم 16 رمضان ذكرى غزوة بدر، وكذلك ليلة 27 ذكرى ليلة القدر. هذه محطات ثلاث تعودنا عليها كل سنة، نحييها بجامع عقبة ابن نافع من أجل المساهمة في تنوير الناس بأحكام دينهم وتفصيلتهم بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك على نشاط جهوي اللي يحتل مكانة خاصة، وهي الأخدام الحديثية كالذي يقع في مسجد الأنصار، رواية وسرد الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض، بداية من 1 رمضان ويقع الاختتام يوم 25 رمضان في مسجد الأنصار. ثم كذلك عن رواية البخاري، حديث البخاري يقع بجمع الغفران، حيث يقع رواية وسرد أحاديث الإمام البخاري، وقد بدأوا من بداية من 1 شعبان إلى الاختتام يوم 25 رمضان بنفس المعلم الديني. واضح سي كمال حواس، إن شاء الله رمضانك مبروك نقول لك من توا. كان معنا سي كمال حواس المدير الجهوي لشؤون الدينية بولاية القيروان، نشكرك على مدنا بكل هذه التفاصيل. تقريبا 2000 نشاط ديني مبرمج في ولاية القيروان، يشمل زادة 13 ولاية كاملة في الجهة. حكينا بأكثر تفاصيل توا، فما تحذيرات واستعدادات على مستوى تنظيف الجوامع، الدهينة إلى غير ذلك. بالنسبة للبروتوكول الصحي لحد الآن ما فماش يعني بروتوكول رسمي أعلنته الوزارة ولا أعلنته الحكومة، فقط ممكن يسر الوضوء في المنزل، السجاد يكون خاص، ولبس الكمامات، وإن شاء الله رمضانكم مبروك الناس الكل. و 30 دقيقة أنتم في الاستماع لإذاعة الحياة فم في غيكاب ميدي، وصلنا للجزء الأخير من حصتنا اليوم. كالعادة رحب بضيفي سي حمادي البقلوتي الناشط في المجتمع المدني والمتابع للشأن العام. سي حمادي عسلامة، مرحبا بك. مرحبا بك ومرحبا بمستمعي المجتمعات. يعيشك. اليوم باش نحكيه على الجلسة أو اجتماع مكتب البرلمان المجمد أعماله البارح، وخطاب رئيس الجمهورية قيس سعيد في اجتماع مجلس الأمن القومي البارح. دونك باش نرجو بأكثر تفاصيل مع الكاتب والمحلل السياسي الجمعة القاسمي تود سويت في لانترفيو دي جور. انترفيو دي جور. عسلامة القاسمي على إذاعة الحياة فام. أهلا وسهلا بك وبكل مستمعي إذاعتك. شكرا جزيلا لك على قبول الدعوة. سي الجمعي، دونك تبعنا التطورات السياسية البارح في تونس، اجتماع لمكتب مجلس نواب الشعب المجمدة أعماله بكافة الاختصاصات منذ 25 جويلية، وإقرار جملة من الجلسات العامة، أولهم غدوة فما جلسة يراد منها إبطال الإجراءات الاستثنائية لرئيس الجمهورية. وبطبيعة الحال باش نتطرقوا بعد شوية لخطاب رئيس الجمهورية. في البداية قراءتك الساعة الجمعي لهذا الاجتماع، التوقيت متاعه، علي جاي في هذا الوقت بالذات؟ يعني دعني أشير أولا إلى أن حالة الانسداد السياسي الذي عاشته البلاد خلال الفترة القليلة الماضية بدأت تتحرك باتجاهات متعددة، بدءا من تحركات
المعارضون لإجراءات 25 جويلية وكذلك أيضا وفق المراسيم والتحركات التي قام بها الرئيس قيس سعيد، وأعني بذلك الاستفتاء الإلكتروني. هذه التحركات سعت بشكل أو بآخر إلى إيجاد ثغرة في حالة الانسداد وبالتالي تحريك الملف من جديد. للأسف الشديد عملية تحريك هذا الملف أخذت منحى خاطئا بالدعوة التي وجهها راشد الغنوشي لعقد اجتماع لمكتب البرلمان، وما أفرزه هذا الاجتماع من دعوة إلى جلستين عامتين، الأولى غدا والثانية في الثاني من أبريل القادم. دون شك هذا التحرك يعد تصعيدا سياسيا من قبل المعارضة، تصعيدا يبدو أنه استند إلى طبيعة المناخ الإقليمي والدولي المتحرك كما قلت بعدة اتجاهات فرضتها تداعيات الحرب الأوكرانية، وكذلك أيضا الأوضاع العامة في تونس. سي الجمعي، هل هذا التحرك اللي حكيت عليه يجي يعني في إطار وضع إقليمي كامل وتطورات إقليمية كما قلت، أم أنه يأتي مباشرة لأنه فما دعم خارجي للمعارضة اليوم في تونس؟ وهذا تقريبا أشار له رئيس الجمهورية البارح حتى في الخطاب نتاعه. يعني القراءة الموضوعية تدفع باتجاه القول أنه ليس هناك دعم بالمفهوم السياسي المتعارف عليه، لكن هناك قلق غربي بالتحديد أمريكي أوروبي من طبيعة انسداد السياسي، وخاصة في القضايا المتعلقة بالديمقراطية بعناوينها العامة، وأقصد بذلك خاصة مسألة الحريات الموجودة. لذلك القول أن هناك دعم أقول لا، لكن القوى المناهضة للرئيس قيس سعيد تحاول توظيف هذا المناخ لصالحها والدفع بالقول أن لديها ضوءا أخضر أو دعما غال. لكن هذا القلق تم التعبير عليه في زيارة نائبة وزير الخارجية الأمريكي في البيان الذي صدر بالأمس، كذلك أيضا كان هناك تحرك لافت فيما يتعلق بالجولة التي سيقوم بها وزير خارجية أمريكا للمنطقة والتي استثنى فيها تونس. القراءة السياسية يجب أن تتوقف عند هذا الاستثناء. لذلك المعارضة استطاعت توظيف هذا المناخ العام، الرافض لبعض المحاكمات والرافض للمس من الحريات في البلاد، عبر تلك التخوفات التي رأيناها تصدر بين الحين والآخر في بيانات هذه الأطراف، سواء كان الاتحاد الأوروبي أو الدول الأوروبية منفردة وكذلك أيضا الإدارة الأمريكية، وتم توظيف هذا المناخ العام للضغط على الرئيس قيس سعيد عبر هذا التصعيد. وبالتالي لا يمكن القول أن ما أقدم عليه هؤلاء له دعم واضح ومباشر من هذه القوى. يبدو أن هناك توظيف واستغلال لهذا المناخ العام في مسعى لاستثماره خدمة لأجنداتهم. سي الجمعي، رئيس الجمهورية البارح في خطابه على هامش إشرافه على مجلس الأمن القومي كان طبعا وصف الاجتماع بغير القانوني، وصف معناه حتى الجلسات الأخرى اللي باش تتعمل معناها أنها قرارات خيالية، معناها ما تنجمش تكون واقعية حسب تعبير رئيس الجمهورية. هل أمام رئيس الجمهورية إمكانية لإلغاء ولا لتعطيل مثلا جلسة غدوة، أم أنه ينجم يمشي في قرارات أخرى، خاصة وأنه البارح قال أنا ما حليتش البرلمان لأني احترمت الدستور؟ إذا كان رئيس الجمهورية باش يعرف بين ظفرين هناك تهديد ربما لهذه الفترة ولا لقراراته، هل سيقدم على اتخاذ إجراءات أخرى تنجم تكون من بينها مثلا حل البرلمان؟ يعني باعتقادي لم يتبقى أمام الرئيس قيس سعيد سوى الإقدام على هذه الخطوة، وبالتالي الخروج من مربع
ما سماه هو سقف الدستور، لأنه في حقيقة الأمر وهناك شبه إجماع لدى خبراء القانون الدستوري، الرئيس قيس سعيد خرج على الدستور عندما جمد غالبية جنوده باستثناء الباب الأول المتعلق بالحريات. فبالتالي مسألة الدستور والحفاظ عليه لم تعد تستقيم أو لا تجد مبرر لها على أرض الواقع، خاصة وأن المراسيم التي أعلنها الرئيس قيس سعيد في جزء كبير منها تتناقض كليا مع نص وروح الدستور فيما يتعلق بالفصل 80، لأنه لا أحد يعتقد أو يوافق قيس سعيد في تلك المراسيم التي أعلنها. مثلا سيل جمعي المراسيم يعني الأخيرة تحكي باعتقادي المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي، هذا لا يتعلق بحالة استثنائية تعيشها البلاد ارتباطا بالفصل 80 وغيرها من المراسيم الأخرى التي أعلنها التي لا علاقة لها أساسا بالفصل 80 من الدستور الذي استند عليه في إعلان إجراءات 25 جويلية. هو تجاوز وفق قراءة قدمها هو وصولا إلى حد حل المجلس الأعلى للقضاء، وهو أيضا لا يتماشى مع ما ورد في نص الدستوري فيما يتعلق بالحالات الاستثنائية التي نص عليها الفصل 80. باعتقادي أن الرئيس قيس سعيد وفق قراءته وتفسيره للدستور قام بخطوات خليني نكون موضوعيين لم تحظى بإجماع خبراء القانون الدستوري، لذلك تبقى هذه النقطة بالتحديد المتعلقة بحل البرلمان. إذا كان يريد فعلا الذهاب نحو تحقيق نوع من الاستقرار السياسي وبالتالي قطع الطريق أمام هؤلاء الذين يلوحون بشرعية جديدة، أن يذهب مباشرة نحو حل البرلمان وبالتالي سحب البساط من تحت أقدامهم، لأن الجلسة البرلمانية التي عقدت أو المكتب البرلماني هناك سابقة حصلت أملتها جائحة كورونا، ورأينا كيف أن مكتب البرلمان والبرلمان عقد جلسات عن بعد، وبالتالي هذه السابقة يمكن التأسيس عليها قانونا لعقد مثل هذه الجلسات. لكن الخطر في حقيقة الأمر يكمن في التصعيد السياسي، خاصة وأن الجلسة المزمع عقدها غدا افتراضيا تتضمن جملة من العناوين التي ستتم مناقشتها، وبالتحديد منها إلغاء الإجراءات الاستثنائية 25 جويلية وكل المراسيم التي تبعت ذلك القرار. لكن الخوف، كل الخوف، أن يجنح البعض من الذين سيشاركون في هذه الجلسة المرتقبة إن تمت الاستنادة إلى مقولة أن الجلسة العامة سيدة نفسها، وبالتالي إضافة أو اقتراح عناوين أخرى، وأخشى كل الخشية أن يأتي أحد هؤلاء أو الكتل ويقترح اقتراح عزل الرئيس، وهنا سندخل في مأزق جديد شرعي بأتم معنى الكلمة، بمعنى دفع البلاد إلى نزاع أو صراع حول الشرعية، شرعية البرلمان باعتباره منتخب، والشرعية أو المشروعية التي يتمتع بها الرئيس قيس سعيد. وهنا نكون قد سقطنا في المحظور الذي كثيرا ما حذرت منه كافة القوى السياسية، لذلك لابد من الحكمة في معالجة هذه المسألة والعمل بسرعة، خاصة وأن زمام المبادرة إلى غاية الآن ما زال بيد الرئيس قيس سعيد، وباعتقادي اختياره اجتماع لمجلس الأمن القومي لتوجيه تلك الإنذارات والتهديدات الواضحة، وخاصة منها التلويح بإمكانية محاكمة من سيشارك في هذه الجلسة أمام القضاء باعتبارهم انقلابيون، فهذه خطوة تصعيدية أخرى لا بد من القوى الحكيمة التحرك الآن لتخفيف من حدة التصعيد والعمل. من هذه القوى الحكيمة سيل جمعي؟ نعم، شكون القوى الحكيمة اللي لازمها تتحرك توا؟ إلى غاية الآن لدينا جسم متماسك
وله دور وطني فعال هو الاتحاد العام التونسي للشغل الذي ما زال يقول كما سمعنا قبل قليل لأمينه العام نور الدين طبوبي أنه يساند إجراءات 25 جويلية لكنه لا يساند استفراد الرئيس بمجمل القرارات، بمعنى آخر الذهاب إلى حوار والتحرك في هذا الاتجاه لنزع كل مقومات هذا الصراع الجديد الذي يتمنى البعض أن يدخل فيه البلاد خدمة لمصالحه السياسية الحزبية الضيقة، وربما تجد صدى لها عند بعض الأطماع الأجنبية الغربية خاصة منها التي لا تريد الاستقرار لتونس. على الرئيس قيس سعيد أن يقرأ المشهد بشكل واسع وأن يعمل باتجاه ضرب كل من يحاول أن يدفع البلاد نحو الانقسام والدخول في صراع حول الشرعية. سي الجمعي مرحبا بك. أهلا وسهلا سيادتك. منذ بداية تحديثك حكيت على الانسداد، وإحنا في تونس تقريبا عشنا هذه الوضعيات من 2011 وعشنا كذلك التأويل على مستوى الجانب الدستوري، ونذكر جيدا الفصل 56 أو الفصل 57، وبعدين نتذكر جيدا ما وقع حين تم الاتفاق على النسخة الأولى من الدستور، بحيث الوضع هذا عشناه توا 10 سنين، وحتى التوافق اللي كان موجود طرح أنه كان التوافق مغشوش. تراش اليوم أنه جاء الوقت الرئيس قيس سعيد في يده كل الصلاحيات أن يعمل حوار حقيقي ما وش على منوال الحوار الوطني اللي تم، وبما أنه كما ذكرت سيادتك ثم الاتحاد اللي فاتح ذراعيه، وإحنا عنا ثقة في قيادة الاتحاد وفي الشغالين عامة أنهم يرعيوا مصلحة تونس، أنه جاء الوقت باش يتم ثم حوار حقيقي لمصير الفترة القادمة، وأن المخاطر اللي ممكن سيادتك ذكرتها لو يقع مثل هذا الإجراء من عزل أو غيره فأنه قد يؤدي إلى تونس إلى متاهة خايبة برشا. أستاذ العزيز كما سبق وأن قلت أشاطرك الرأي، ولذلك قلت على القوى الحكيمة التحرك الآن باتجاه نزع كل أو وضع حد لمثل هذه المحاولات التي تريد الدفع باتجاه تأزيم الوضع أكثر فأكثر نحو الدخول في صراع حول الشرعيات، وهذا كما وصفته بالمحظور الذي يتعين على الجميع الوقوف ضده. الاتحاد العام التونسي قادر أن يقوم بهذه المهمة، لكن وفق صيغة متعارف عليها وهو الحوار الوطني. الصيغة الحوار الوطني أنه ليس على شاكلة الحوار الذي تم في العام 2013 والذي أفرز حكومة مهدي جمعة، أو لابد من هذه القوى أن تجد الأرضية المناسبة على أساس القاسم المشترك الذي يحمي البلاد ويعزز وحدتها، وكذلك أيضا يقطع الطريق أمام أولئك الذين ما زالوا يتدثرون بغطاء أجنبي لتمرير أجندات لا تخدم المصلحة الوطنية العليا. وباعتقادي المفتاح هنا بيد الرئيس قيس سعيد باعتباره صاحب الكلمة الفصل، عليه الآن أن يقوم بعملية فرز حقيقي للقوى المتواجدة على الساحة الوطنية ويعمل وفق الحد الأدنى معها باتجاه إيجاد هذه الأرضية المشتركة التي من خلالها ممكن الخروج من هذا المأزق الذي للأسف الشديد بدأ يتطور تدريجيا مستفيدا أو محاولا أن يوظف أو يستثمر هذا المناخ الإقليمي والدولي. بالنسبة لعملية الفرز سي الجمعي الجسمي، نذكروا أنه معايا سي الجمعي الجسمي الكاتب والمحلل السياسي، نحكيه على الجلسات المرتقبة للبرلمان المجمدة، أعماله وخطاب رئيس الجمهورية وموقفه مع بقية المنظمات الوطنية خاصة الاتحاد العام التونسي للشغل. بالنسبة للحوار سي الجمعي، تقريبا كل الآراء اليوم تجمع على أنه الحل الوحيد على الأقل للخروج بأخف الأضرار من هذه الأزمة هو الحوار، ولكن حتى الحوار
فما اختلافات عليه. رئيس الجمهورية عنده تصور للحوار، مازال حتى ما قدموش حتى للشركاء، مثلا اتحاد الشغل نلقاه مثلا الاتحاد عنده تصور لهذا الحوار وقدم مبادرة في السابق. الحوار هذا كيفاش لازم يكون سي الجمعي بالنظر إلى التطورات السياسية في البلاد؟ الفرز يعني باعتقادي هناك قضية سهلة جدا إذا توفرت النية السليمة وكذلك أيضا الإرادة الحقيقية لإخراج البلاد من أزمتها. هذه القوى بإمكانها أن تجتمع على ثلاث أو أربعة أولويات كبرى، وهي الحفاظ على وحدة واستقلال والقرار السيادي للبلاد، وهذه نقطة لا يمكن أن أحد أن يجادل فيها لا قانونيا ولا سياسيا ولا دستوريا، الجميع يتفق حول هذه المسألة. النقطة الثانية الحقيقية هي تحديد الأولويات الاقتصادية والاجتماعية وكيفية العمل على إزاحتها، والنقطة الثالثة وهي سياسية، الأطراف التي ترى أنه لا عودة إلى ما بعد 25 جويلية، ما قبل 25 جويلية، هي القادرة أن تشارك في هذا الحوار وتقدم اقتراحاتها لجهة أولا تحديد الأولويات، تعديل النظام الانتخابي وتغييره إلى غير ذلك، حل البرلمان، ثم الذهاب إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها تفرز مشهدا سياسيا حزبيا وبرلمانيا جديدا قادر أن يعبر عن إرادة الشعب وقادر أن يحافظ على الوحدة الوطنية والعمل سواسية وفق الفصل بين السلطات لإخراج البلاد من هذا المأزق. سي الجمعي، حسب رأيك النقاط هذوما الثلاثة هما مهمين وتقريبا مفتاح الخروج من الأزمة. زعم في النواب 217 ثماش نواب مقتنعين بهذا الكلام، وبالتالي مش يكونوا ضد إجراء الإجراءات اللي ممكن دخلنا في متاهات صعبة. يعني دون شك مرة أخرى أوافقك الرأي، لأن هناك نواب وكتل برلمانية لها أحزاب مرتبطة بأجندات أخرى لا يهمها المصلحة الوطنية العامة، لكن نحن نتحدث عن بعض القوى السياسية الفاعلة على مستوى المشهد العام في البلاد والتي قادرة بهذه القرارات أن تفرضها بقوة الشرعية الموجودة على مستوى هذا الحوار، وبالتالي تحييد هؤلاء الذين دمروا البلاد خلال السنوات العشر الماضية والآن يحاولون بشكل هذه المناورات السياسية التي نراها على شكل تصعيد سياسي إدخال البلاد والدفع بها نحو المحظور. المسألة باعتقادي الإرادة السياسية الوطنية إن توفرت لدى هذه القوى سواء كانت أحزابا أم أفرادا أو منظمات مجتمع المدني فأننا سنتمكن من عزلهم وبالتالي فضح مشاريعهم اللاوطنية. بالنسبة للخطاب السياسي سي الجمعي الجسمي، ما ترجو أنه يساهم في شحن الأمور وشحن الوضع العام في البلاد الخطاب السياسي خاصة لرئيس الجمهورية قيس سعيد؟ لا دون شك، يعني هو الخطاب السياسي خلال الفترة أو الأشهر القليلة الماضية دخل في مرحلة خطيرة جدا فيما يتعلق بالاتهامات والاتهامات المتبادلة التي لا تشجع أو لا تمهد الطريق لإجراء حوارا، خاصة إذا رأينا الأطراف الأخرى وكيف أنها تتحرك ليس على مستوى الداخل التونسي فحسب، وإنما اختارت اللجوء إلى الخارج لتأليب الدول على الصعيدين الإقليمي والدولي على تونس في محاولة لحشر الرئيس قيس سعيد والتقليل من شأن الإجراءات التي اتخذها في 25 جويلية الماضي. رأينا أن هذه الأطراف لجأت إلى تحريك الشارع في فترة ما لكنها فشلت في إيجاد الحشد والتعبئة الكبيرة لمشاريعها، اتجهت تحت عنوانا استطاعت أن توظفها لخدمة لمصالحها وهو عنوان الحريات، نتيجة بعض الأخطاء التي ما كان يجب أن تحصل وحصلت خلال الأشهر القادمة، مست بشكل أو بآخر الحريات الفردية دون سند قانوني أو إذن قضائي، وظفوا
هذه الأخطاء المعزولة في سياق استثمارهم لهذا المناخ الدولي والإقليمي. لذلك هم يستنجدون ويستقون بالأجنبي مستفيدين من بعض الأخطاء، ومستفيدين بالأساس من بطء الرئيس قيس سعيد في اتخاذ الإجراءات الضرورية لمعالجة مثل هذه القضايا، خاصة وأن كافة الصلاحيات أصبحت بيده ولا أحد بإمكان أن يجادله في هذه المرحلة. لذلك كان عليه الانتباه إلى مثل هذه العناوين التي تبدو بسيطة لكنها مؤثرة في سياق المشهد العام على الصعيد المناخ الدولي والإقليمي، وكذلك أيضا ارتباطا بطبيعة الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمالي للبلاد الذي يستدعي صورة ما تمكن تونس أن تذهب بها إلى المانحين الدوليين سعيا للخروج من هذا المأزق المالي. البارح زاد حكي رئيس الجمهورية ياسر الجمعي على الاستشارة الوطنية وقال اللي هي ناجحة وماضي في برنامج ولا في الروزنامة الانتخابية اللي حاطها رئيس الجمهورية استفتاء 25 جويلية و17 ديسمبر باش تكون فما انتخابات تشريعية، ولكن في إشارة للبطء اللي حكيت عليه سيادتك سي الجمعي، إلى حد الآن لم يعلن رئيس الجمهورية مثلا على اللجنة التأليفية اللي باش تنطلق من الاستشارة لتحديد الأولويات وصياغة القوانين والقانون الانتخابي إلى غير ذلك. هذا شكل آخر من أشكال البطء الذي استغله المناوئون لقيس سعيد. إلى حد الآن ما طرحه الرئيس قيس سعيد ماض في تنفيذه، بمعنى إجراء الاستشارة الإلكترونية ثم توليف مخرجات هذه الاستشارة الإلكترونية وبالتالي طرح على استفتاء في 25 جويلية استعدادا بعد ذلك الذهاب إلى انتخابات في 17 ديسمبر. لكن لنكن موضوعيين أيضا، الحديث عن استفتاء في 25 جويلية يبدو ضربا من الخيال لسببين اثنين على الأقل بالنسبة لي. قانونيا وفق قانون الانتخابات الموجود المعمول به حاليا إلى غاية الآن لم يتم تغييره، على رئيس الدولة أن يعلن عن الاستفتاء شهرين قبل الاستفتاء. هم مازالوا شهرين سلجم، مازالوا أكثر من شهرين. لا خليني أكمل. يعني هو قانونا يعلن عن موعد الاستفتاء شهرين أو دعوة الناخبين قبل شهرين. نحن الآن إلى غاية هذه اللحظة اللجنة المعنية بتوليف مخرجات هذا الاستفتاء لم تتشكل. هذا أولا. ثانيا، لا ندري مدى المدة الزمنية التي ستأخذها في إطار توليف مخرجات هذا الاستفتاء أو الاستشارة الإلكترونية، وبالتالي وضعها في قانونا أو في عناوين عامة سنذهب بها إلى الاستفتاء. ثالثا، إلى غاية اللحظة لا ندري من هو الذي سيتولى الإشراف على هذه المحطة الانتخابية، هل هي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أم وزارة الداخلية أو أي جهاز آخر سيتولى ذلك. رابعا وأهم، الاستعدادات اللوجستية لهكذا محطة انتخابية لم تنطلق بعد، وبالتالي خلال هذه الفترة يبدو ضربا من الخيال أن نصل إلى 25 جويلية ونحن جاهزون لهذا الاستحقاق. وبالنسبة للانتخابات التشريعية سي الجمعي، رجاء أن تجاوبني بإيجاز، إذا كان ضرب من الخيال نحكيه اليوم على استفتاء، فشنو نجم نقوله على الانتخابات التشريعية؟ ستبقى عنوانا مطروحا يلفه الكثير من الضباب، خاصة وأننا لا نعرف القانون الانتخابي الذي على أساسه ستتم هذه الانتخابات، لا نعرف ما إذا كانت الأحزاب ستبقى أم ستندثر أو سيتم إلغاءها أو حلها. هناك عناوين كبيرة جدا ما زالت مطروحة تجعل من هذا الاستحقاق يلفه الكثير من الضباب.
واضح. نشكرك برشا سيد الجمعي الجسمي الكاتب والمحلل السياسي على تدخلك معنا على إذاعة الحيتة فم. نشكرك برشا سي حمادي البقلوتي الناشط في المجتمع المدني والمتابع للشأن العام، رفقتني في التحليل. تحية لكافة فريق برنامج ريكاب ميدي، أحمد المخلوفي في الإخراج التقني للحصة، سيف بولعريس في الديجيتال، أنس الهمامي في ستوندار. تحية لسي عبد المجيد فرحة زميلة في إذاعة الحيتة فم، نشكره برشا. كنت معكم سهام حمدي من نصنار، حتى التوى نتقابل إن شاء الله في ريكاب جديدة غدوة. في لمن